لكم، نتمنى تكونوا في الف خير. اليوم ما شاء الله غادي ندير اللحم بالبرقوق بواحد الطريقه سهله وكيجي زوين بزاف. بالنسبه للمقادير عندي هنا قطع من اللحم تقريبا هذا تاع الكتف، هنا خديت انا الغنمي وكون شويه صغير من الاحسن باش كيجيكم زوين وكيطيب في الساعه كيجي بنين. عندي كذلك هنا زلافه صغيره تاع البرقوق كحل اللي كتشوفوا، عندي كذلك البصله، انا درت ربعات البصلات اللي شللتهم رقاقين، ودرت ثلاثه الفصوص تاع الثوم اللي حكيتهم بهذا الشكل. عندي كذلك تقريبا ملعقه صغيره من السمن، وعندي ثلاثه البيضات اللي غادي نسلقهم مزيان. عندي كذلك نصف كاس من زيت الزيتون، ممكن ديروا زيت العاديه، وغادي نحتاج كذلك جوج ملاعق من العسل، ممكن ديروا سكر سنيده. عندي كذلك هنا هاد المناسمات. بالنسبه للعطريه عندي معلقه صغيره تاع سكنجبير، معلقه صغيره تاع الخرقوم، نصف ملعقه صغيره ديال القرفه، قليل من الابزار، وعندي كذلك القليل من الزعفران الحر، ممكن تستغناو عليه ما عندكمش. عندي كذلك ملعقه صغيره من الملح، الملح كيبقى حسب الذوق. نبداو بالطريقه، بسم الله. غناخذو شي اناء اللي تيكون خاوي ونضعو فيه العطريه باش غادي نشرملو اللحم. نصف الكميه ديال الزيت تقريبا ربع كاس، الملح، غادي نضيفو كذلك القليل من الماء، نحكو العطريه ديالنا. غادي ناخذ اللحم نحاول نحطو في العطريه باش يشربها. تقريبا انا هنا غادي نخليه مده نصف ساعه، يعني الوقت اللي كتبغيو نتوما، ممكن كذلك ديروه هنا يعني ليله كامله. نخليه كيشرب العطريه هنا، غادي نغطي نخليه كيشرب العطريه، نطلقهم بعد ان شاء الله. هنا بعد ما يكون اللحم شرب شويه العطريه ديالو، غادي ناخذ البصل نضيف نصف كميه في الاسفل، وغادي ندير اللحم. شوفوا، نحاول نصلحو في الطنجره، غادي نضيف الكميه الاخرى ديال البصل والثوم بالشكل، وغادي نضيفو الشرموله ديال اللحم اللي بقات من الفوق. نضيفو كذلك السمن، نديرو اعشاب منسمه، ممكن نديرو العطريه تاعت المروزيه. كنضيف كذلك الزيت اللي بقى لينا، وغادي ندير هذا الشيء كيتشحر باش من بعد نضيف ليه الماء الدافئ. انا بعد ما كيتقلى اللحم غادي نضيف ليه الماء السخين، تقريبا هنا 2 كيلو تاع اللحم قياس نص سترو تاع الماء، المهم حتى كيقرب لي يتغطى. وهنا غادي نسد عليه مده 30 دقيقه وكنحلو كنشوفوه واش طاب. غير هي اهم حاجه في طياب اللحم خص العافيه تكون مهيله بزاف، حيت الا كانت مجهده دغيا غادي يشرب داك الماء اللي فيه وما غاديش يطيب. هنا على 30 دقيقه تقريبا كيقرب يطيب، ناخذ منه شويه ديال لاصوص ونضيفها في البرقوق. كذلك هنا البرقوق بعد ما ضفنا ليه تقريبا شويه ديال لاصوص ديال اللحم، نضيف ليه معلقه ديال العسل وقليل من القرفه تقريبا معلقه صغيره، ممكن تضيفوا كذلك السكر يعني كتفضلوا. غادي نخليه هنا حتى كيعقد وكتدخل فيه ديك لاصوص وكيتعسل ونطفي عليه. كذلك هنا حتى اللحم غادي نضيف ليه العسل تقريبا 2 معالق كبار، ممكن تضيفوا السكر كنديرهم باش كيتعسل. هنا بعد ما طفى العسل غادي نخليو لاصوص حتى كتعقد باش تطفيو عليها. هنا بعد ما كيطيب اللحم وكيتعسل كي كتشوفوا، غادي نزينوه كما قلت لكم بالبيض المسلوق. بالنسبه للزين كيبقى اختياري لكم. صراحه الطريقه تاع اللحم بالبرقوق ساهله بزاف وما كتشدش لينا بزاف تاع الوقت وكيجي بنين. كذلك حتى بالبرقوق هنا اللي عسلتو كيشتو عسلتو غير بلاصوص يعني المرق تاع اللحم، وهنا درت ليه الجنجلان كتزين. شوفوا، نتمنى الطبق تاع اليوم تاع اللحم بالبرقوق ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. كذلك نتمنى لاول مره كتزور قناه مريم التيفي دعمني بجيم وباشتراك، والسلام عليكم.